لو نتساعد لو بنبادر لو نتعامل بمشاعر خطوة بتصفي بالآخر منهج خلي التسامح مبدأنا والتغيير بيبدأ منا بتصير الأخلاق عنا منهج منهج للخير منهج إيمان منهج للغير ولكل إنسان حياكم الله في اليوم التاسع من رمضان، ودائما يا رب نكون بسلام وأمان والعالم أجمع بسعادة. واليوم مميز بمناسبة ذكرى استقلال الأردن، والاستقلال دائما ورمضان دائما بذكرونا بمنهجنا اللي يجب أن نعود له بكل قوة واحترافية حتى نستمر بمسيرة البناء والعطاء والتميز لهذا البلد بفضل الله تعالى، ثم بفضل الشعب الراقي والرائع والقيادة المميزة وضع بصمته ويضع بصمته في كل أرجاء الأرض وفي كل أرجاء العالم. ولابد أن نؤسس منهجنا صح حتى يستمر البناء والعطاء، وحتى يستمر الجيل القادم ببناء وعطاء أميز حتى من الجيل الحالي. ودائما الاستقلال بذكرنا بهذه المنهجية، ودائما برنامج منهج مسلط الضوء معكم على موضوعات في غاية الأهمية في شهر رمضان وفي ذكرى الاستقلال، حتى نتميز دائما ككبار وكعالم صغار. اليوم موضوعنا مهم جدا، اليوم موضوعنا إجابة عن سؤال في غاية الأهمية. ما في حدا بقرأ أو بدرس أو بعرف بعلم السلوك إلا بسأل إيش هو ألف باء علم سلوك. ما في حدا عنده طلاب بصف أو عندها طالبات بالصف أو عنده أولاد أو عندها أولاد بالبيت أو عندها أحفاد أو عندها حتى أخوان صغار أو عنده أخوان صغار إلا بسأل كيف أأثر، إيش هو ألف باء جيم علم سلوك الإنسان. اليوم حنحكي عن ألف باء جيم سلوك الإنسان، وهو اللي إحنا بنسميه وحذكر اسم غريب إله بعلم النفس. حتى الهدف من هذا الذكر إنه ما ننسى ألف باء علم سلوك، ألف باء سلوك إنساني بشكل صحيح. القاعدة بتحكي إنه ألف باء سلوك الإنسان هو ما يسمى بعين الفراشة وعين الذبانة من جهة تانية. في عندنا ناس بيحاولوا ينظروا دائما بإيجابية إلى سلوك اللي أمامهم. أنا بحكي سواء كان طالب أو طالب عندك أو عندك بالصف، أو كان ابن أو بنت عندكم بالبيت أو معكم أولادكم، أو كان اتجاه سلوك زوجتك أو كان اتجاه سلوك زوجك أو جيرانكم أو أقاربكم أو أيا كان. في ناس بتفرجوا بإيجابية بنسميهم عين الفراشة. الفراشة لما تدخل على الحق اللي بتدور على كل شيء جميل، بتهدي على وردة، بتهدي على نبتة جميلة. بالمقابل في عنا بعلم السلوك عين الذبانة، عين الذبانة اللي بس تدخل على مكان وين مكان بتدور على سامحوني بس بدي احكيها بالعماني او باللغه المعروفه إلنا على القاذورات، على الزباله بتدور. وهذا شيء موجود بعلم سلوك الانسان. انا ما عندي مشكله مع الذبان اللي بتطير، هذا هيك ربي خلقها بتدور على القاذورات. لكن عندنا كلنا مشكله مع كل اب وكل ام وكل زوج وكل زوجة وكل معلم وكل معلمه. ما بيقدر يفسر سلوك اللي امامه الا بالسلبيه، بدور على سوء النيه فيه، بدور على الزاويه الغلط اللي فيه. ابي قصده هيك، عمل لي هيك عشان يحكي عني هيك. ابني بين قوسين وبحكيها بالعماني كمان، ابني بتحرك بعمر 4 سنين، معناته ابني كثير مزعج، ابني قرد، ابني ايش عارف شو. حرام تتفرج على سلوك زوجك وعلى سلوك زوجتك وعلى سلوك أولادك وعلى سلوك طلابك وعلى سلوك أولادك وطلابك بعين الذبانة. هلكنا، اتعبنا، ارجعنا، اتخلفنا لورا من وراء هاي النوعيات من البشر اللي مش قادرة تتصالح مع نفسها ولا تحكي بإيجابية عن الأشياء اللي حواليها. وإحنا دائماً بنحكي كيف بقدر أكون إيجابي؟ سهلة، اتفرجي بعين الفراشة لحياتك وحياة زوجك وحياة أولادك. نفس الشيء بحكي للزوج والأباء. الموضوع أذكر لذلك مثال، فلا تنسوا في عين الفراشة وفي عين الذبانة
تفرجوا بهاي العين الإيجابية، دوروا على كل ما هو جميل بسلوك أبنائكم، بسلوك أزواجكم وزوجاتكم، طلابكم، طالباتكم، جيرانكم، كل البشر. أذكر مثال لذلك وهو مشهور عندنا بالأردن. أنت رحتي أنت وابنك بعمر 4 سنين 3 سنين على بيت حماتك، فابنك بلا شك حيبدأ يتحرك، هو قاعد أول دقيقة دقيقتين جنبك، بعد شوية مسك الفازة تحرك، مسك شغلة بيت جدته حماتك اللي هي عينك اتجاه سلوكه بعين الذبانة إنه حماتي حتفضحني حتزعل مني، بيعرفش أربي ولادي، فبقعده جنبي ببدأ أقرص في فخدته من تحت، وكلنا قرصناها القرصة هاي وإحنا صغار. بينما عين الفراشة راح تقول لك إنه ابني حرك، ابني جميل، ابني طبيعي، ابني مكتشف، ابني بده يتعرف على بيت جدته، بده يكتشف كل ما حوله، وهذا الشيء الطبيعي. اتفرجوا بعين الفراشة اتجاه سلوك الآخرين، ودعوكم من عين حقيقة تعبتنا عين الذبابة جوا الصف. لما أنا كمعلم أو كمعلمة عندي أحد الطلاب أنهى واجبه بكير، والله يا جماعة الخير ببداية الفصل الأول والثاني أنا شخصيا بشاهد مئات إن لم يكن آلاف الرسائل توصلنا عن موضوع، عن هذا الموضوع بالذات، إنه رحت للمعلمة على مدرسة أولادي بتقول لي المعلمة ابنك عنده صعوبات تعلم، ابنك هايبر أكتيف، ابنك ADHD، ابنك ديسلكسيا. تبدأ المعلمة اللي ليس لديها أي خبرة بهذا المجال وبتشخيص الحالات صعوبات التعلم تحكي للأم، الأم بتتلقف الخبر كأنه صاعقة نزلت عليها، بيجوني افحص شوف شو ابني شو نعمل، ابنك طبيعي يا أختي، ابنك أصلا ذكي، لا شو بتحكي، والله اللي بحكيه هيك، طب المعلمة بتحكي غير هيك. المعلمة نظرت بعين الذبانة لابنك، نظرت لحركته وسلوكه على أنه عنده ADHD، عنده حركة وفرط نشاطه إلى آخره، بينما ابنك ذكي، بينما ابنك أنهى الواجب بسرعة تفوق توقع المعلمة وبده يتسلى، فبدأ يتحرك جوا الصف. ابنك طبيعي، انهلكنا، تعبنا، ضيعنا مستقبل آلاف مؤلفة من ولادنا وبناتنا جراء عين الذبانة. أرجوكم اتذكروا هذا المثال. بذكركم بحديث محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال مثلا التمس لأخيك شايفور، التمس لأخيك 70 عذرا. أنا عشان التمس الأعذار للإنسان بدي أتفرج من زاوية نظر صحيحة. حنطلع الآن لتقرير واستطلاع ميداني أعده زميلنا محمد الفاعوري، نشوفه وراجعين، لأنه دائما استطلاعات الرأي مهمة جدا في التقارب ما بين موضوع الحلقة وما بين رأي الشارع الأردني، لأنه حقيقة زي ما تكلمت وحكيت ووضحت بأنه موضوع زاوية النظر هو ألف باء تربية أبناء. نطلع نشوف التقرير، خليكم جنب رؤية. لما يصير خلاف بينك وبين زوجتك بتنظر للموضوع من زاوية واحدة من زاويتك أنت؟ لا طبعاً، بحسب المشكلة أو المشكلة اللي صارت، إنه يعني أنا بقيم الموضوع، إذا أنا والله علي غلط ممكن يعني إنه أتساعد، ما علي غلط لا والله بمسك الطرف الناحية اللي أنا فيها يعني. لا إذا كنت الثنتين نرضي بعض مسيرش نزعل مع بعض. لا أنا بنظر له من ناحية دينية، درجة الأولى من ناحية دينية. والله من جهة الطرفين يعني، يعني ديمقراطية، إحنا عائلة ديمقراطية أكيد من وجهة نظري. السبب لأني أنا القائد، أنا دائما بحب أكون أرفار للرأي بالكلام، بس بالنتيجة بدي أرجع للنقاش بيني وبينهم، نرجع للعقل. لما يصير خلاف بينك وبين زوجتك، بينك وبين ابنك، تنظر للموضوع من زاويتك أنت، من وجهة نظرك أنت؟ لا بالتأكيد بدك تأخذ وجهة نظره، كمان بدك تأخذ عمره، بدك تأخذ أفكاره، بدك مستواه العلمي، بدك تأخذ أكثر من وجهة نظر يعني في الموضوع، بدك مش بس وجهة نظرك أنت، وجهة نظر من جميع الأطراف. أكيد لا، برضو أنه في أولاد من نص، والأولاد أهم من المشاكل وأهم من مصلحته ومصلحة زوجتي نفسه، يعني نحن في أولاد من نص، ننظر لمصلحة الأولاد بعدين ننظر للشغلات الثانية. لا أكيد من زاوية، من كل الزوايا. السبب؟ السبب لأنه مش من زاويتي لحالي، برأيي أنا، من وجهة نظري أنا طبعاً، لأنه أنا القائد. نحن بسمع منهم والله، إحنا عندنا كأسرة واحدة يعني كلنا بناخذ رأي بعض،
يعني كنا نحن نحدد مين سبب المشكله بنحلها، اما ما بفرض عليهم يعني. هم اذا بحددوا لي بين فلان 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 فلاني بنحلها نفس الوقت. اذا حدث بينك وبين زوجتك او بينك وبين اولادك خلاف، بتنظر الموضوع من زاويتك انت؟ طبعا من زاويتي وزاويتهم بتفاهمن وياهم بنهل الامر لبناتنا. اذا حدث بينك وبين زوجتك او بينك وبين اولادك مشكله، بتنظر الموضوع من زاويتك انت؟ لا، شو من زاويتي بس؟ السبب؟ لانه لازم تكبر عقلك هالايام. من زاويتي انا ومن زاويه كمان اهل الدار اللي معاي كلهم، مو بس من زاويه واحده. شو السبب؟ مو مباشر والله اي شيء. لا، من جميع الزوايا طبعا. حياكم الله، تقرير رائع جدا وكلام مميز من الشارع الأردني في موضوع زاوية النظر اللي هو ألف باء سلوك إنساني. تعليقين سريعات جدا. الأول، وأنا بشكر كل من تحدث وسمعناه ونتشرف فيهم دائما، لكن لو طبق هذا الحكي حقيقة في بيوتنا، وهذا اللي بنحكيه سواء إحنا أو في التقرير، أغلب إجابات ما وجدنا أحد في المحاكم أبدا. كان المحاكم الشرعية والمحاكم النظامية خالية أو خاوية على عروشها، لأنه كل إنسان إذا طبق هاي القاعدة أنه أنا مش زاوية نظر هي الصحيحة، لازم أشوف من زاوية نظر اللي أمامي، من زاوية نظر أولادي، من زاوية نظر زوجتي، زوجي، صديقي، أخوي، شريكي في العمل، كان ما وجدنا أحد بالمحاكم. يا ريت عن جد يكون هذا الكلام صحيح وواقعي ومطبق. النقطة الثانية في التعليق عجبني برضه، هيك برضه فعوري جميلنا إياه الله يرضى عليه، وتحدث بأنه لا، وجهة نظري أنا لأني أنا القائد. عمره ما كان القائد، مع احترامي طبعا لأخونا، وهو يعني مشكورهم دائما على التواصل والتفاعل، لكن لابد أنه نركز على منهجيات الحديث حتى نوصل إن شاء الله للحق. دائما بحكي أنه ما عمره كان القائد صاحب الرأي الأوحد، وإحنا دائما تربينا وتعودنا أنه كبير القوم خادمهم، كبير القوم هو اللي بيخدمهم وهو اللي برعاهم. وكون الإنسان قائد، وأجمل ما في القائد ما ذكر في الإسلام، وأمرهم شورى بينهم، الشورى وأخذ رأي الآخرين والنظر من زوايا أو وجهات نظر الآخرين سينجي كثيرا. في عندنا معلومة صغيرة بجوز تصدم البعض، أنه مثلا المرأة في الإدارة المالية أقدر بأضعاف الرجل على الإدارة المالية. فدائما إذا بدك أنت تضبط حياتك المالية في بيتك أو في مشروعك، دائما استشير زوجتك. راح نطلع لفاصل سريع ونرجع، خليكم أكيد جنب رؤية. حياكم الله، وموضوعنا ما زال عن ألف باء علم السلوك وكيف نسيطر على أنفسنا في توجيه السلوك وتعديل السلوك. وموضوعنا اليوم هو زاوية النظر، واللي سميناه بأول حلقة زي ما سموه علماء أو بعض علماء النفس عين الفراشة وعين الذبانة، وهذا الموضوع الرئيسي. بدي أذكركم بقاعدة ذكرها الإمام الشافعي في الموضوع، وهي القاعدة بتساعدنا عمليا على تطبيق زاوية النظر في سلوك الإنسان اللي أمامنا، سواء كان سلوك زوجتي معي، سلوك زوجي معي، سلوك أولادي معي، سلوك طلابي معي، وهكذا. الشافعي بيقول، وهي قاعدة جميلة جدا، جميلة للغاية، بحكي رأيي اللي تبنيته أنا صواب، عشان هيك تبنيته أصلا، لكنه يحتمل الخطأ، فيه هامش خطأ لأنه أنا بشر. رأي غيري إذا كان مخالفني خطأ، عشان هيك أنا ما تبنيته يعني. رأي غيري خطأ لكنه يحتمل الصواب، هاي يحتمل رأي الخطأ أو يحتمل رأي غير الصواب، هاي يحتمل ويحتمل، بتخلينا في دائرة التفاهم، بتعلمنا أدب الاختلاف، بتعلمنا أن نصل للحقائق والحقيقة بغض النظر اسمي قائد كزوج ولا شو مكان اسمي. هذا الموضوع مختلف تماما. بذكركم بأرقام الهواتف اللي عم تظهر في أسفل الشاشة عشان نتواصل معكم على الهواء وأسئلتكم حول موضوع الحلقة. إذا موضوعنا الرئيسي هو زاوية النظر، وزي ما حكى الشافعي رأيي صواب لكنه يحتمل الخطأ، رأي غيري خطأ لكنه بلا شك يحتمل الصواب. وعلى فكرة هاي القاعدة إحنا مرات بنعلمها لأبنائنا، اللي هي إحنا بنسميها برضو بعلم النفس ما وراء السلوك. افهم، اعرف، ابحث، انظر إلى ما وراء سلوك أولادك أو زوجك أو زوجتك. مرات مثلاً
بيجي الأب معصب، فبتيجي الأم أو الجدة بتقول له بهمش، ما هو بابا الله يعطيه العافية تعبان بالشغل، شغبان وراجع تعبان. فأنا عم بحكي لهذا الطفل الصغير هاي القاعدة ما وراء السلوك، أو غير زاوية نظرك وشوف ليش بابا عم بيعمل هيك. لكن للأسف إحنا عم نرهق أطفالنا بتفهم هاي الزاوية، ويحرام بفهموها بس مش قادرين نطبقها. ليش ما نحكي للزوج يعني شفت أنت مروح ماشي تعبان عينه وعراسي، بس برضو زوجتك بجوز راجعة من الشغل ومن دوامها الله يعينها، فعادي تحرق الطبخة، حط حالك مكانها وحطي حالك برضو مكانه، وهو كان حرام متمني هالمقلوبة تزبط معاك أكثر من هيك. فلما إحنا نشوف ما وراء سلوك بعض منعيش بهناء، بينتهي إشي اسمه وساوس قهرية بيننا. مشكلة الخلاف لما يبدأ ببذرة صغيرة بكبر، وبتصير الفجوة بين الأزواج تكبر، وبصير الفجوة بيننا وبين أبنائنا تكبر. وأنا بسميها البلوكات اللي إحنا بنصنعها وهمياً، لأنه مش قادرين نحط حالنا ولا نغير زاوية نظرنا بزاوية نظر الآخرين ونشوف باتجاههم. بتلاقي مثلاً الشاب يا حرام، وأنا هون بدي أحكي شيء دقيق عن اليافعين والمراهقين، إنه ابنك بعمر 12 سنة بتكون قاعد جنبه بتحكي له يابا الله يرضى عليك هلا حروح عند دار عمك وجدك وجدتك وإخوالك ومش عارف مين وقرايبك، بدي تضل تكون لبلب حكي، احكي يابا احكي، اثبت حالك شخصيتك، لانه هو صار زلمه وشواربه خاطين بوجهه يا حرام. هيك ما بيعرف هذا الاب انه الابن هذا ما بيقدر سلوكيا، ما بيقدر ينطلق، لانه في إشي عنده هذا من وراء السلوك اسمه الايجو، اسمه الانا. الانا عنده بعمر 12 13 عند بعض الشباب الذكور اكثر من الاناث بتكون حساسه، بتكون حرجه، بخاف على حاله يغلط لانه بفكر التانيين حيضحكوا عليه. فهو هذا الفكر ما اخده، مش كلام الأب إله بالسيارة يابا احكي، يابا ليش ما حكيت، يا زلمة أنت سارة شواربك خاطين، أنت أحسن ابن عمك. ما رح يقدر ابنك يحكي لأنه أنت مش فاهم عليه ولا فاهم إيش في وراء سلوكه. فلما نقدر نتقن زاوية النظر وما وراء السلوك حنوصل حقيقة للأمان اللي إحنا بنبحث عنه بشكل كبير بين الزوجين. وبدي أحكي عن بعض الموضوعات وأرجع أذكر فيها النص النبوي، التمس لأخيك 70 عذرا علمنا إياها محمد صلى الله عليه وسلم، مش عذر واحد ولا خمسة ولا عشرة ولا مية ولا 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 50، 70 عذر. دائما حط حالك مكان اللي أمامك عشان يكون حكمك على الموقف بشكل صحيح وموضوعي. وهاي برضو سر كبير في موضوع تهميش الحالات الانفعالية عن اتخاذ القرارات. أنا إذا بدي يكون قراري عقلي موضوعي علمي مش عاطفي وغضب، بدي حقيقة أحط حالي وأتفرج على زاوية النظر من زاوية نظر الآخرين حتى أصل لإبداع في اتخاذ القرار. غدا إن شاء الله بنفس الموعد نلقاكم في حلقة جديدة من منهج. حتى ذاك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.